وما زلنا أيضا نتحدث حول أو في إطار قمة مجموعة العشرين المرتقبة في الصين، ومن المقرر هذا العام أن تحضر العديد من الدول الناشئة أو صاحبة الاقتصاد الصاعد هذه القمة، وهذه الدول تجذب أنظار العالم باعتبارها رائدة الأسواق الصاعدة في العالم. ولمزيد من الحديث حول ذلك انضم لي في الاستوديو الأستاذ جو سياولونغ، وهو صحفي في وكالة أنباء شينخوا. مرحبا بك. نتحدث حول دول البريكس، وقبل حديثنا عن يعني الدور في قمة العشرين، دعنا أولا يعني نتحدث حول الوضع الاقتصادي الحالي لهذه الدول في إطار ما يعانيه الاقتصاد العالمي ككل. الدول البريكس في الحقيقة اليوم لا تزال تواجه ضغطا وتحديا كبيرا في عملية الإنعاش الاقتصادي، لأن الطلب العالمي لا يزال منخفضا، وعملية التعافي الاقتصادي للدول المتقدمة لا تزال غير مستقرة. فمثلا طبعا الاقتصاد الأمريكي في هذه السنوات شهدت تعافيا، ولكن حتى اليوم هذه الدولة لا تزال مترددة في رفع أسعار الفائدة. هذا يدل على وجود كثير من العوامل غير المستقرة للاقتصاد الأمريكي. وإلى ذلك ونعلم قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعلى المدى القصير هذا الأمر سيؤثر سلبا في الانعاش الاقتصادي الأوروبي، وسيؤثر في تطور الاقتصادي العالمي أيضا. في هذه الظروف في الحقيقة سلبية لنمو الاقتصاد في دول البريكس. هذا بشكل عام. في الحقيقة الأحوال الاقتصادية في دول البريكس متفاوتة جدا. هذه المنظمة تضم 5 دول، وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا. بالواقع الحال الاقتصادي في الصين أفضل من بين الدول الخمسة، ولكن الصين لها صعوبات أو مشكلات في عملية النمو الاقتصادي. فالصين يعني الوضع في قطاع الصادرات في الصين لا يزال يواجه صعوبات كثيرة. والصين الآن لم تلجأ إلى اتحادات يعني إجراءات تحفيزية قوية نظرا للتأثيرات السلبية للإجراءات التحفيزية في الجولة السابقة. فالآن الصين تعمل على الإصلاحات الهيكلية ومن جانب العرض، هذا في الوقت القصير سيؤثر سلبا في دافع نمو الاقتصاد الصين. أما الهند، الكثير قال ربما الاقتصاد الهندي سيتجاوز الاقتصاد الصيني، لأن هذا الاقتصاد شهد تطورا سريعا في هذه العملية. ولكن في الواقع المشكلات للهند أكبر من الصين بكثير. ونعلم في التسعينيات من القرن الماضي بدأت الهند في الإصلاح، ولكن نظرا لأن الهند كانت مستعمرا لدول الغربية، فتمتلك الهند خبرات ومواهب مالية كبيرة. فبدأت الهند الإصلاح من قطاع المالية، وتعتمد الهند على المالية لتطوير الاقتصاد، وتعتمد على قطاع الخدمات مثل البرمجيات الإلكترونية. ولكن المنشآت الأساسية والهيكلة الصناعية في هذه الدولة متخلفة جدا. الهند تواجه مشكلات أيضا. أما روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، هذه الدولة تستند بشكل مفرط إلى صادرات الموارد الطبيعية مثل النفط الخام والمعادن وخامات الحديد، ولكن في هذه السنوات أسعار هذه المنتجات أو هذه المواد شهد هبوطا حادا. وفي فترة معينة هذه الدول ستعاني باستمرار من الهبوط الحاد لهذه الأشياء لأسعار هذه الأشياء. فتعافي الاقتصاد في الدول الثلاثة يعني روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ستكون صعبة جدا، وخاصة البرازيل نعلم اليوم تعيش هذه الدولة مرحلة صعبة جدا. الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في هذه الدولة ليس جيدا جدا. ولكن هناك فرصة أيضا. الصين طرحت حزام الطريق، وتم تأسيس بنك التنمية الجديدة لدول البريكس. هذه الأشياء ستقدم فرص لدول الخمسة، وستساهم في تحسين مستوى البنية التحتية
في هذه الدول، ولكن على هذه الدول من بين هذه الدول الصين والهند وروسيا من الدول الكبرى، على هذه الدول تعزيز الثقة المتبادلة. هذا الأمر مهم جدا في عملية التنمية الاقتصادية. نعم، ومن أهم أيضا ما ستناقشه قمة العشرين في إطار هذه الأزمة العالمية الدولية، يعني محاولة صينية أو مبادرة صينية لتعزيز الحوكمة المالية في العالم، فكيف يعني تفاصيل هذه المبادرة؟ كثيرا نتحدث عن النظام المالي الدولي. النظام محور هذا النظام هو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ومنذ فترة هناك أصوات عالية جدا تدعو إلى إصلاح النظام المالي المالية الدولية، ولكن خطوات بطيئة جدا في هذا الصدد. ثم الصين تحت تنظيم الصين تم تشغيل بنك الاستثماري بنك الاستثماري في البنية التحتية الآسيوية في نهاية عام سابق رسميا، وتم تأسيس بنك التنمية الجديدة لدول بوريكس. والصين خصصت، وهي منظمات تمويلية أيضا يعني مثل صندوق النقد الدولي، وأيضا مختلف هذه الآلية تهدف إلى المحافظة على الاستقرار المالي أو الاستقرار النقدي في دول الخمسة. هذا مختلف عن بنك الاستثمار الآسيوي. ولكن الصين خصصت 10 مليار دولار أمريكي لتأسيس صندوق طريق الحرير، ستخصص 30 مليار دولار أخرى إلى هذا الصندوق. هذه الآلية المالية الجديدة ستساهم في تحسين المنشآت الأساسية في دول العملية. إلى ذلك يعني هذا ليس الكل، هذه الآلية ستدفع أو ستساهم في تشكيل معادلة مالية جديدة، وستتمتع هذه المعادلة بالمساواة والعدالة والتفاهم والتعاون والتسامح. هذا مختلف عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. فهذه الآلية مهمة جدا، ولكن هذه الآلية يعني تواجه صعوبات أيضا، لأن الدول يعني أحوال اقتصادية ومالية في دول مختلفة متفاوتة. هناك أمر مهم أيضا، في أكتوبر المقبل سيتم إدراج اليوان الصين إلى سلة العملة لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. هذا يدل على زيادة النفوذ المالي للصين، والصين بعد يتحقق ذلك الصين ستقدم مساهمة مالية أكبر للنظام الدولي. نعم، أشكرك أستاذ جو سياولونغ، صحفي بوكالة أنباء شينخوا.